كذلك الوقت نفيس عند المؤمن عامة وعند طالب علم خاصة، لأن عمر الإنسان هو تجارته، فعلى قدر ما ينتفع به في الصالحات يسعد بعمره، على قدر ما يفوت يخسر. فلذلك العمر يقتصد فيه، لا ينفق إلا فيما ينفع، فيما يعين على طاعة الله، وفيما يستجب به لأجل الطاعة. وكان للسلف أحاديث عجيبة في حفظ الوقت. يقول أحدهم: إني أختار سف الفتيت دقيق الخبز وأشرب الماء على الخبز في الإدام. قيل: لماذا؟ قال: بينهما 50 آية، قدر 50 آية. والثاني يقول إنه يقتصد في الأكل والشرب. قالوا: لماذا؟ ليش تضيق نفسك؟ قال: أخشى أن أطيل الجلوس في الحمام، أنقطع عن العلم والعمل. انظروا الحسابات كيف. ولهم في ذلك أخبار من جهة الاستفادة من الوقت. ولا يمكن أحد ينتفع بوقته كما ينبغي إلا أن يشغل لسانه بذكر الله، فإنه إذا شغل لسانه بذكر الله عن حضور القلب انتفع من سائر وقته، صارت أنفاسه في موازينه، وهذه الغنيمة. فلذلك ينبغي الإنسان يعود نفسه ذكر الله عز وجل. في كلمة من الذكر أنت أحوج ما تكون إليها. لماذا؟ لأنك ستحتاج إليها في أصعب وقت سيمر بك، وهي حال النزع. ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. تدرون هذه الكلمة إنها كلمة الإخلاص؟ ومن أجل كونها كلمة الإخلاص جعل الله تعالى حروفها مضمرة، ما تحرك شفتيك، تقولها دون أن تحرك شفتيك حتى لا ترائي، فتقولها في المجلس 1000 مرة ما يشعر بك أحد. فإذا عودت لسانك عليها في دنياك وفي رخائك وسعتك سهل عليك تردادها عند الأجل عند الناس. ولذلك روي عن نوح عليه السلام أنه قال: يا بني عود لسانك لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، فإن لو كانت السماوات والأرض حلقة من حديد لفصمتها لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله من خاصيتها أنها تبعد عنك الشيطان، الشيطان لا يطلق لا إله إلا الله أبدا. فهذا يحتفظ الإنسان بوقته في وقته لصالحه، ومن ذلك أنه يتقلل من الأمور المشغلة، الأمور المكسلة، الأمور الملهية، الأمور التي تكسي القلب. الترف في اللباس يكسي القلب، الترف في الأكل والشرب والزيادة تكسي القلب، تبلد الطبع. فيحذر الإنسان هذه الأشياء لأنها تعوقه، تضره، تثقله، تدخل من باب عليه، تدخل الشيطان عليه. ذكر أن عيسى عليه السلام رأى الشيطان إبليس ومعه تعاليق، شيء يحمله معه تعاليق يعلق في شيء. قال: ما هذا اللي معك؟ قال: هذه الشهوات أفتن بها الناس. يعني كل واحد تناسبه شهوة، هكذا الشيطان يجي الناس. وذكر عن زكريا عليه السلام أنه رأى الشيطان كذلك. قال له: هل فتنتني يعني؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: أتيت بطعام لذيذ فأغريتك بالإكثار منه فنمت عن قيام الليل. فقال: والله لا شبعت يوما قط. فقال الشيطان: والله لا نصحت أحدا بعدك قط. انظر ما دخل الشيطان يدخلك وانت ما تدري. فعند الذكر عند النوم يكسلك، يجيب لك النوم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قال: معقبات. ثم قال: أجرهن كثير ومن يعمل بهن قليل. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم فينومه. وهكذا بعد الصلاة يذكرك: نسيت بالسيارة شيء، في أحد ينتظرك. ولذلك تجد الإنسان يزهم عليه التلفون ويطلع على طول كأنه مجنون من المسجد، هذا من الشيطان. فالمهم أن الشهوات وأمور الترف كل هذه تسبب قسوة في القلب، وتسبب ضعف في البصيرة، مو بالبصر، البصيرة، وتسبب كسل وخمول في الجوارح.
وتسبب غفلة عن ذكر الله عز وجل. ولذلك ينبغي الإنسان ما يأخذ إلا قدر الحاجة من هذه الأشياء، ويحذر من الزيادة، يحذر من الزيادة، لأنه بالزيادة من هذه يحصل النقصان.